نبارك الدكتور متولي البراجيلي على هذا الإصدار، ودي هذه رسالة الدكتوراه، كتاب قرائن السياق وأثرها على الأحكام الفقهية، دراسة أصولية. إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن ينفع الأمة بهذا الكتاب الطيب، وهي دراسة أصولية ومكتبة السنة. هو طبعا شيخنا وحبيبنا، ولنا الفخر أن نفتخر به شيخي وحبيبي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن ينفع بهذه الرسالة دكتور متولي. آمين آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير. ولنا الشرف أننا ربنا يبارك حضرنا أو حضرنا المناقشة مع الأستاذ محمد توفيق والشيخ محمد مصطفى في كلية دار العلوم ربنا يبارك قسم الشريعة. أسأل الله عز وجل القبول وأن ينفع بها ودائما في زيادة. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، ومبارك طبع الكتاب. ربنا يبارك فيك والعقبة لك إن شاء الله. يا رب يا رب ربنا يعلمنا العلم النافع ويرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور متولي البراجيلي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى.